بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى فقط أن الصوت يكون واضح. إذا كان الصوت واضح خلينا ننطلق. أستاذ صلاح، هل الصوت واضح؟ جيد، شكرا أستاذ بشير. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح يكون موضوعنا اليوم إن شاء الله حول مقاربة من المقاربات العلاج الأسري، وهي نظرية بوين في الإرشاد الزواجي والأسري. قبل الانطلاق نحب نشكر كل الذين هم متابعون الآن، كل الذين انتظروا هذا المباشر، ونحب نشكر كذلك الأستاذ صالح صلاح على المجهودات اللي بذلها واللي يبذل فيها دائما من أجل إنجاح هذه المجموعة، واللي تعتبر من ناحية نشاطاتها تقريبا هي الأولى على مستوى الوطني. بالتالي كما ذكرت راح نشوفوا اليوم إحدى المقاربات الخاصة بالعلاج الإرشادي والزواجي، وهي مقاربة بوين. قبل الانطلاق مهم جدا أن نأخذ فكرة ولو مبسطة على العلاج الأسري بصفة عامة. طبعا في العلاجات النفسية يمكن الحديث عن العلاج الفردي ومقارباته، المقاربة التحليلية، المقاربة المعرفية السلوكية، والمقاربات الأخرى. كذلك في العلاج الأسري يمكننا الحديث على عدة مقاربات. العلاج الأسري هو المفهوم العام لهذه المنهج، وتحت هذا المفهوم العلاج الأسري تندرج عدة مقاربات وعدة نظريات، من ضمنها نظرية العلاج الأسري لبوين اللي راح نتحدثوا عليها اليوم. إذا تحت عنوان كبير العلاج الأسري تندرج مقاربة بوين، تندرج كذلك مقاربة العلاج المعرفي الأسري السلوكي، العلاج الأسري التحليلي، العلاج الأسري الاستراتيجي الهالي، العلاج الأسري القائم على الحل، العلاج الأسري السردي. فهناك عدة مقاربات من علماء مختلفين. عندنا الموجة الأولى والموجة الثانية في العلاج الأسري. فهؤلاء العلماء كل حسب مقاربته، كل حسب تاريخه الشخصي، كل حسب تاريخ أسرته، حاولوا بقدر الإمكان وضع قواعد وأسس للمقاربة، وضع قواعد وأسس للنظريات. اليوم راح نتحدث إن شاء الله على نظرية بوين في العلاج الأسري. راح نتحدث على القواعد الثمانية لبوين، لكن قبل ذلك مهم جدا أن نعرف من هو بوين، تقريبا كيف جاءت نظريته. بوين معروف، هو طبيب نفسي أمريكي وأستاذ الطب النفسي في أمريكا، من مواليد 1913 وتوفي مؤخرا 1990. هو من رواد العلاج الأسري ومؤسسي العلاج عبر الجيلي، ونحطه هنا سطر على كلمة عبر الجيلي لأن راح نقف عليها في مبادئه الثمانية الخاصة بهذه المقاربة. بوين تلقى تدريبا في الجيش الأمريكي لمدة تقريبا 5 سنوات. بعد انتهاء هذه المدة
عمل في عيادة مينجر في الطب النفسي والتحليل النفسي، لأنه توجهه تقريبا يميل أكثر إلى الجانب التحليلي، وراح نلاحظوا جزء من ذلك في مبادئه الثمانية الخاصة بمقاربته. عمل كذلك في المعهد المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية، هو المعهد الوطني للصحة العقلية، اللي اشتغل في هذا المعهد الكثير من العلماء البارزين في عدة تقريبا في عدة مقاربات مختلفة. الكثير من جهود بوين ساعدت أسر الأطفال الفصاميين على طريقة التعامل مع الطفل في هذه الوضعيات الذهنية. بعدها عمل كأستاذ في الطب النفسي بجامعة تاون، ثم مديرا لبرامج أسرة، ومؤسسا لمركز خاص به في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو مركز الأسرة. في منهجه العام بوين ركز على بحوث التفاعل بين البشر بدلا من الأعراض المرضية، ربما عكس هالي، ربما عكس مينشون. لبوين ركز على عملية التفاعل وكيف تنتج لنا الأعراض المرضية داخل الأسرة. عين كذلك رئيس الجمعية الأمريكية، وهذا في آخر مشواره، للجمعية الأمريكية للعلاج الأسري. ركز بوين على العمل على النظام العاطفي للأسرة، وهذا راح نشوفه كذلك في المبادئ الثمانية لأسرة، أو عفوا لقواعد بوين أو مقاربته. اهتم كثيرا بوين بالتثليثات. وآخر نقطة يمكن الحديث عنها بخصوص بوين، توفي سنة 1990 بمرض السرطان الرئة، عافانا الله وإياكم. إذا هذه فكرة مبسطة على بوين ومسيرته العلمية، لأنه على الفكرة هذه مبسطة، وهي مبسطة جدا على العموم، لأنه في الكثير من الأحيان ألاحظ أنه هناك علاقة وطيدة جدا ما بين معاش العالم الشخصي، معاشه الشخصي، معاشه العائلي، معاشه الاجتماعي، وتأثيره على مقاربته وتأثيره على نظريته. وعندنا في ذلك تاريخ فرويد، عندنا في ذلك تاريخ كارل روجرز، وعندنا في ذلك كذلك تاريخ حتى بعض علماء الاجتماع اللي على رأسهم كارل ماركس. فأعتقد أن هذه من ضمن مجالات الدراسات التي مغيبة إن صح التعبير، أنه نحاول البحث عن العلاقة ما بين تاريخ الشخص أو تاريخ العالم، تاريخه الشخصي، مساره وعلاقته بمساره المهني، أو علاقته بهذه النظرية. يحتمل أننا نلقى الكثير من الروابط في ذلك. طبعا هذه كمقدمة، أو هذا كمقدمة لموضوعنا اليوم. راح نتحدث على ثمانية مبادئ أساسية لنظرية بوين، واللي مهتمين شوية بالجانب النظري نتمنى أننا نكتب هذه المبادئ، لأنها مهمة جدا، سواء كمختصين في تدخلاتنا مع الأفراد أو مع الأسر، وكذلك سواء حتى بالنسبة لنا احنا كمختصين، لأنه مهم جدا العمل على الذات من خلال مجموعة من النظريات أو مجموعة من المقاربات حسب المقاربة التي يعتمدها المختص في تدخلاته. إذا تعرف عموما نظرية بوين بالثمانية مبادئ أساسية. في بعض المبادئ راح نمر عليها بسرعة، وفي بعض المبادئ اللي راح نركز عليها بشكل واضح وبشكل دقيق، واللي هي أولا أول مبدأ، اللي هو مبدأ تمايز الذات عند بوين. إذا كان تتذكروا في الحديث على بوين قلنا باللي يخدم على الجانب العاطفي بشكل كبير، أو على الجانب الانفعالي بشكل كبير. فكرة تمايز الذات بوين يقول عنها أنها، يقول حرفيا يعني كمقتطع، أنه عندما يكون الشخص متمايز بصورة عالية، يكون عنده مدرك أو عنده مدركات بصورة جيدة لأفكاره ومشاعره. بمعنى تعريف مفهوم تمايز الذات هو قدرة الشخص على التمايز العملية العقلية عن العمليات العاطفية المتعلقة بالمشاعر الخاصة بالفرد. بأسلوب بسيط،
هو قدرة الشخص على أنه يفصل ما بين الجانب العاطفي وما بين الجانب المعرفي، أو ما بين الجانب العقلي، أو ما بين الجانب الفكري، سواء داخل الأسرة أو خارجها. لأنه لما تتضح فكرة تمايز الذات وهي كمبدأ أول من المبادئ الثمانية، راح نستطيع فهم الكثير من مبادئ اللاحقة فيما بعد. راح نستطيع فهم مبادئ انتقال اللاتمايز، راح نستطيع فهم مفهوم اللاتمايز داخل الأسرة أو الاضمحلال، نستطيع فهم عملية التثليثات. بالتالي مهم جدا أننا ننطلق من أول الأمر في فهم النظرية بشكلها الواضح. يقول كذلك بوين أن تمايز الذات نجده أو هو أولئك أو عند أولئك الأشخاص الذين يجدون صعوبة أكبر في التعبير مباشرة عن مخاوفهم أو عن القضايا الحساسة في أسرهم بشكل مباشر. يقول باللي الأشخاص المتميزين بدرجة أقل تخلق لديهم العديد من المشاكل على مستوى العائلي وعلى مستوى كذلك المهني وحتى في حياتهم الشخصية. بوين يعطي تقريبا نفس المصطلح بين النضج والتمايز، تمايز الذات، يعني يقول باللي هما مصطلحان مترادفان. إذا كفكرة مختصرة لتمايز الذات بالنسبة لبوين، يقول هو قدرة الشخص على الفصل ما بين الجانب الانفعالي والجانب العقلي. لما نسقط هذا المفهوم إجرائيا، أو لما نعطي تعريف إجرائي لهذا المفهوم، اللي هو قدرة الفرد داخل الأسرة، داخل أسرته، على عدم الاندماج السلبي انفعاليا مع الآخرين. بمعنى لما يكون الوالدين أو الزوجين قلقين، تكون عند الأبناء القدرة على عدم الانتماء أو التثليث مع أحد الوالدين. لما يكون الأب انفعاليا في حالة قلق أو في حالة خوف، يكون الجانب المعرفي بالنسبة له داخل الأسرة منفصل عن الجانب الانفعالي بأسلوب أبسط. نلاحظوا أحيانا باللي بعض الآباء لما يجي مقلق بشكل كبير من العمل، القلق راح يظهر في تصرفاته مع أولاده، وراح يظهر في تصرفاته مع زوجته. الأم أحيانا لما تكون قلقة، الجانب الانفعالي السلبي مرتفع، فهذا راح يلاحظ في تصرفاتها في داخل الأسرة، في علاقتها مع الأبناء وفي علاقتها مع زوجها. في الأسر التي ما عندهاش تمايز ذات أو لديها تمايز ذات منخفض، لما يكون قلق داخل الأسرة راح يعم كل أفراد الأسرة، لما يكون خوف داخل الأسرة راح يعم كذلك الخوف كل داخل أفراد الأسرة. إذا مفهوم تمايز الذات بالنسبة لبوين بشكل مختصر هو قدرة الفهم، أو هو قدرة الشخص على تمايز العمليات العقلية عن العمليات العاطفية المتعلقة بالشخص داخل الأسرة. طبعا بوين هذا المبدأ الأساسي لنظريته، ووضع مقياس فيه تقريبا 12 نقطة، راح نحاول نذكر فقط 8 نقاط، وأعطى درجات لهذا المقياس من 1 إلى 100. يقول بوين باللي لم أجد تقريبا من تجاوز 80% من الدرجات في هذا المقياس. أهم هذه النقاط الموجودة في هذا المقياس التي تعكس لنا قدرة على تمايز الذات، أولا هي القدرة على تحديد الذات الحقيقية أو الأساسية بوضوح. وهنا مفهوم الذات الحقيقية ربما يجرنا شوية إلى مفهوم الذات عند كارل روجز، لما تحدثوا على الذات الحقيقية والذات المدركة والذات الاجتماعية والذات المثالية. هذا النقطة الأولى، هي قدرة الشخص على تحديد الذات الحقيقية. القدرة الثانية هي القدرة على اتخاذ موقف معين من الصراعات التي أمامي. وهذه تقريبا من النقاط المهمة جدا. الأشخاص
الذين لديهم القدرة على اتخاذ قرارات معرفية أو قرارات عقلية أو قرارات منطقية، وهما في حالة مثلا في وسط فيه غضب، في وسط فيه قلق، هما أشخاص نستطيع القول أن تمايزهم الذاتي مرتفع. كذلك القدرة على إدارة القلق بشكل غير تفاعلي. وهذه النقطة الثالثة، القدرة على إدارة القلق بشكل غير تفاعلي، بمعنى أن يصبح الشخص أثناء غضبه، أثناء خوفه، أثناء قلقه، أثناء توتره، تكون عنده القدرة أنه يدير هذا القلق من غير ما يدخل في تفاعل مع أفراد الأسرة، من غير ما يدخل في صراع مع أفراد الأسرة. وهذه نلقوها قليلة جدا، خاصة عند المراهقين في علاقتهم مع الأم أو في علاقتهم مع الأب. وين نلقوا إدارة القلق عند المراهق يلقى فيها صعوبة، بالتالي ما كانش تمايز ما بين قلق المراهق وسلوكاته أو ما بين قلق المراهق والجانب المعرفي أو بعض القرارات التي يتخذها. النقطة الرابعة، القدرة على التفكير بعقلانية بدلا من الاستجابات بفعالية الاستجابات الانفعالية عفوا والعاطفية. وهنا من ضمن النقاط كذلك أنه يكون الشخص عنده القدرة أن يفكر أكثر بعقلانية، وما تكونش ردود أفعاله تأخذ السمة الانفعالية أكثر منها السمة العقلية. النقطة الخامسة، القدرة على فك المثلث أو فك المثلثات، وهذه راح نشوفوها في النقطة الثانية في المبدأ الثاني بوضوح، أي البقاء بعيدا عن منتصف المساحة العاطفية وقضايا الآخرين. هذه القدرة على فك المثلثات راح نشوفوها إن شاء الله في المبدأ الثاني، ويمكن راح نشوفوها كذلك في الجزء الثاني في التدخلات والعلاجات. الغريب في الأمر أنه بوين يتحدث عندما يتحدث عن تمايز الذات، النقطة السادسة يقول عدم المشاركة في النميمة والأسرار. عدم المشاركة في النميمة والأسرار، وهي بصراحة من ضمن النقاط الملفتة للانتباه، لأنه لما تكون أصحاب المقاربة هذه يشرحون هذا الأمر، يقولون لما تكون جالس ويجي شخص يحدثك على شخص آخر كنوع من النميمة، يحدثك عليه بطريقة سلبية وأنت تستمع، أولا أنت ما عندكش تميز ذات أنك تفصل نفسك على أخبار الآخرين، وثانيا أنت دخلت في تثليث مرضي. هذه النقطة السادسة يشرح أكثر. النقطة السادسة يقول لك على سبيل المثال التركيز على الذات بدلا من التركيز على الآخرين في علاقاتي وفي جانب الانفعالي وفي جانب القرارات، مهم جدا أن نركز على ذواتنا بدل من أننا نركز على الآخرين. في هذا المقياس يعطي النقطة السابعة، وهي القدرة على عدم اللوم. كل ما يكون الإنسان عنده قدرة على عدم اللوم، فنحن نتحدث على شخص عنده مستوى عال من تمايز الذات عفوا. كذلك القدرة على الحفاظ على حدود صحية داخل العلاقة. كنقولوا حدود صحية يعني أي حدود ليست مسامية للغاية وليست شديدة الصلابة، يعني تكون عندنا مسافات محددة، ليست قريبة جدا وليست بعيدة جدا في علاقتنا مع الآخرين. تقريبا هذه أهم الثمانية نقاط التي يحددها بوين، من خلالها نستطيع قياس مفهوم التمايز أو قياس درجة التمايز بصفة أدق، درجة التمايز عند الشخص داخل أسرته. في مفهوم التمايز يتحدث كذلك بوين على التمايز بين الأجيال، وهي في العموم مقاربة بوين تسمى بالمقاربة البين جيلية، البين يعني أنتر البين جيلية، بمعنى بين جيلين، بمعنى أنه هناك الكثير من الاضطرابات، هناك الكثير من الإشكاليات التي تنتقل من جيل إلى جيل. وعلى فكرة بوين ليس الوحيد الذي يتحدث على العبر جيلي أو البين جيلي، حتى مقاربات أخرى تتحدث عليها، ربما راح نشوفوها
في فرص واحدة أخرى. التميز بين الجيلي يقول بوين باللي أي من العمليات الغير مكتملة للانتماء وتحديد الفرد من خلال عدم القدرة على التمايز في ما بين العائلة الأصل والعائلة النووية أو العائلة الجديدة. نحبوا نشرحوها إجرائيا. الزوجة التي تبقى مرتبطة بأمها بشكل انفعالي كبير، وكل قراراتها المعرفية وكل قراراتها العقلانية تؤخذ في بيتها من خلال علاقتها مع أمها، هنا رانا نتحدث على عدم تمايز بين جيلي، وهذا يقدر يخلق العديد من الإشكاليات بالنسبة لهذه الفتاة لما تكون في بيت الزوجية. نفس الشيء ينطبق على الزوج كذلك، إذا كان عنده ارتباط عاطفي بما يسمى في بعض المقاربات الأخرى التعلق النفسي أو الحبل السري النفسي، فعدم القدرة على التمايز هنا كذلك يؤدي إلى إشكالية بالنسبة للعلاقات في الأسرة في الأسر النووية. بالتالي عدم قدرة الشخص على أو قدرة الشخص، لأن مازلنا نتحدث على التمايز، قدرة الشخص على التمايز الانفعالي والمعرفي على أسرته الأم أو أسرته الأصلية وأسرته الثانية، هذا راح يؤدي إلى في العموم راح يؤدي إلى حياة ناضجة وحياة أكثر هدوء. هذا بالنسبة للتمايز ما بين الأجيال. إذا المفهوم الأول بالنسبة لبوين هو قدرة الشخص على التمايز، التمايز الذات، التمايز ما بين الجانب الانفعالي والتمايز ما بين الجانب المعرفي. النقطة الثانية بالنسبة لبوين هي عكس التمايز. يعني تحدثنا في الأول على التمايز ومفهومه، نشوفه الآن كيف يصف بوين عكس التمايز أو ضد التمايز صح التعبير اللي سميها المشاعر المندمجة والملتحمة. ما معنى المشاعر المندمجة أو ما معنى المشاعر الملتحمة أو ما معنى عكس التمايز؟ يقول بوين باللي يميل أعضاء الأسرة إلى مشاركة الاستجابة العاطفية لديهم. مشاركة الاستجابة العاطفية بمعنى في الأسرة الملتحمة، والملتحمة هنا المفهوم خلينا نقوله بتحفظ المفهوم السلبي أو المندمجة كذلك المفهوم السلبي. يقول باللي في الأسرة الملتحمة أو الأسرة المندمجة إذا شعر أحد أفراد الأسرة الملتحمة بالقلق فإن كل أفراد الأسرة يشعرون بالقلق أو بالخوف، لأنه ينتظرون ردة فعل سلبية. في الأسرة الملتحمة أو في الأسر اللي فيها عكس تمايز أو الأسرة المندمجة، يقول لك باللي لا يستطيع الشخص أن يعبر على مشاعره داخل الأسرة. في الأسر اللي فيها تمايز لما يكون الشخص يشعر بالقلق رح يلقى نوع من الاحتواء، رح يلقى نوع من الاهتمام، رح يلقى نوع من الإصغاء، ربما رح يلقى حتى نوع من لومباتي، نوع من التعاطف من أفراد الأسرة. هذه الأسرة التي عندها نوع من التمايز. لكن الأسرة التي تعيش عدم تمايز أو عكس التمايز كما يسميها بوين، فلما يقلق شخص في الأسرة كل الأسرة تقلق، لما يخاف شخص في الأسرة كل الأسرة تخاف، لما يدخل الأب غاضب إلى داخل البيت راح يكون كل أفراد الأسرة يعيشوا حالة غضب، يعيشوا حالة قلق، اسكت اسكت بابا جاء اسكت، ويعودوا يرتبوا أماكنهم ويغيروا أصواتهم وكأنهم في مدرسة أو وكأنهم في ثكنة، مثل ما يعبروا بعض لي باسيون ولا بعض العملاء. في الأسر التي لها تمايز تكون عندهم القدرة كما ذكرت على الاحتواء، هذه النقطة الأولى المهمة. النقطة الثانية في الأسر التي فيها تمايز يسمح لأفراد الأسرة بالتعبير على مشاعرهم. وش بيك مقلق؟ علاش راك مقلق؟ أروح احكي لي بلك نقدر نعاونك.
لكن في الأسرة اللي فيها اندماج والتحام، لما يقلق شخص كل الأسرة تقلق، لما يغضب شخص كل الأسرة تغضب، وما يكونش كاين تواصل لفك هذا القلق أو لتحليل هذا القلق لمعرفة السبب. هذا في العموم عكس التمايز. إذن في التمايز عندنا التمايز هو المفهوم الأول بالنسبة لبوين، وعكس التمايز اللي هي المشاعر المندمجة والمشاعر الملتحمة بالنسبة للأسر. هذا المفهوم الثاني. نجو الآن للمفهوم الثالث واللي هو التثليث، واللي واحد من 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 الزملاء طلب التركيز عليه، راح نركز عليه الآن بشكل دقيق. التثليث يتحدث عليه بوين، ويتحدث عليه كذلك هالي في مقاربة العلاج الأسري الاستراتيجي، وكان تداخل ما بيناتهم في نقطة التثليث. تعريف التثليث وش هو؟ يقول بوين أن إذا حدث توتر، وهذه نعيشوها بشكل يومي على العموم، قبل ما نروح للجانب النظري نعيشوها بشكل يومي في حياتنا اليومية. لما نعطي مفهوم للتثليث راح نكتشف أن هذه القاعدة الثالثة رانا نعيشها بشكل يومي في حياتنا اليومية. يقول بوين إذا حدث توتر بين شخصين داخل الأسرة أو حتى خارجها، فمن المحتمل، لكن هنا في الاستدلال يقول داخل الأسرة فقط، في أماكن أخرى نلقاه حتى خارج الأسرة. يقول بوين إذا حدث توتر بين شخصين داخل الأسرة، فمن المحتمل أن يقوم أحد الأشخاص بسحب وجلب شخص ثالث إلى هذا التوتر للتخفيف من القلق والتوتر. بمعنى في حياتنا اليومية لما يكونوا اثنين متخاصمين، اثنين يعني مش متخاصمين، اثنين متعاركين وعندهم مشاكل كبيرة ما بيناتهم، نحن نلقوا واحد من الأشخاص هذم الاثنين وكأنه يستعين بشخص ثالث، وكأنه يدخل شخص ثالث في الموضوع، يقول له شفت فلان وش دار لي البارح، شفت فلان كيف تصرف معايا، شفتي فلانة وش دارت، شفتي فلانة وش قالت لي، على بالك وش صرا معايا البارح مع فلان. هنا راهو قاعد يجبد في الشخص الثالث للتثليث، لعمل تثليث. أحيانا يكون تثليث إيجابي، وفي بعض الأحيان يكون سلبي. درجة الصراع ما بين فردي الأسرة، كل ما تكون درجة الصراع كبيرة، كل ما تكون نسبة وجود شخص ثالث أو جلب شخص ثالث إلى هذا التثليث من أجل التقليل من التوتر. بمعنى أنه في كرة القدم مثلا، لما يكون اثنين مقابلين لبعض وكل واحد فيهم يحب يمتلك الكرة وما يقدروش، فوجود شخص ثالث اللي يمباسيله الكرة ثم يعاود يسمح لي اني نفوت بلا كرة. هنا شخص ثالث حل هذا الصراع الموجود ما بين اثنين. نو هنا مازلنا كوكي، مازلنا ماش نهضروا على التحالفات، لكن نهضروا على التثليث. اذا التثليث باسلوب بسيط هو لما يكون في صراع ما بين اثنين، نلقى أحد الأشخاص، أحد الاثنين، يبحث على شخص ثالث لتقليل حدة الصراع. لما يكون عندي إشكالية مع شخص ومانيش قادر نحلها، راح نبحث على شخص آخر يحل معايا المشكلة. هذا البحث هو عملية تثليث حسب مقاربة أو حسب نظرية بوين. لما نروح نشكي لشخص على شخص ثالث، أو لما نشكي لشخص ثالث على شخص ثاني عندي معاه صراع، هذا نوع من التثليث. أعتقد أن التثليث واضح. التثليثات في الأسرة، بوين يقول لك باللي عضو الأسرة الأقل تمايز. عاودوا نرجع الآن إلى نقطة التمايز، لأنه ما نقدرش نفهم التثليث بشكل دقيق إذا ما فهمناش التمايز. يقول لك عضو الأسرة الأقل تمايزا هو الأكثر عرضة أن يسحب إلى التثليث من أجل تقليل التوتر. عضو الأسرة الأقل تمايزا هو الأكثر عرضة أن يسحب إلى التثليث من أجل تقليل التوتر. بمعنى أنه لما يكون صراع ما بين الأبوين، أو صراع بصفة أدق ما بين الزوجين،
تكون في مشاكل، تكون في صراع ما بين الزوجين، فيه أحد الأبناء ملتحم مع الأم، في أحد الأبناء قدرته على التمايز ضعيفة جدا، فهذا الشخص هو اللي عنده استعداد إنه يدخل هذا التثليث مع الأب والأم. يا إما الأم تجبده ليها وتقول له شوف باباك وش دار، شوف وش دار، وشوف وش دار، وشوف وش دار، وإما إن الأم تبكي أمامه من أجل أنه تستعطفه باش يدير ردة فعل، وطبعا هذا على حسب العمر، أو الأب يشكي إلى أحد أبنائه على وش تصرفت أمه. فهذه التثليثات تحدث بشكل يومي. أنا ما بين قوسين أنا أحيانا نديرها كلعبة في البيت على العموم، وساعات ندير تثليثات أو ندير هنا تحالفات مع بعض أفراد الأسرة، وهذا ما حدث منذ 5 دقائق تقريبا قبل بداية المباشر. فالتثليث إذا يكون ما بين شخصين بيناتهم توتر ويجيبوا شخص ثالث. شكون الشخص الثالث هذا؟ هو الشخص اللي عنده أقل تمايز، اللي عنده سمة التمايز الضعيف أو أقل تمايز. عليه أقل تمايز لأنه انفعاليا يظهر الجانب الانفعالي في علاقته مع الأب، أو يظهر الجانب الانفعالي في علاقته مع الأم. يا إما يدير علاقة مع الأب أو يدير علاقة مع الأم، ويقدر أحيانا يدير علاقة حتى مع الأخوة أو الأخوات. هذا من جهة. إذا تشاجر، نعطي مثال آخر بسيط، إذا تشاجر طفلان في الأسرة، زوج ولاد كانوا يتعاركوا، ودخلت الأم لفض هذا الشجار، أروح أنت، أروح أنت، وش صرا؟ حكوا لي وش صرا؟ الطفل راح يشكي والطفل هذا راح يشكي. في الموقف هذا إذا لم تنحاز الأم لإحدى الطرفين، فإن التوتر بين الطرفين سوف ينخفض أو يختفي. يعني يكون تصرفها عادل، تسمع للطرفين ويكون تصرفها عادل. لكن إذا الأم تصرفت بتوتر مع شخص أو مع أحد الأطفال، هنا راح يحدث نوع من التمايز، أو راح يحدث عفوا عدم تمايز بالنسبة للأم، لأنها تصرفت بتوتر مع أحد الأشخاص وتكون دارت تثليث داخل الأسرة، وهنا وين راح يزيد الصراع وراح يزيد الشجار، لأنه الطفل اللي ما دارتش معاه الأم أو دارت معاه الأم عدم تمايز، راح يشعر بنوع من القلق، أو راح يشعر بنوع من التوتر، لأنه تغضب على ألف وما تغضبش على باء. ألف راح يعاود يشعر بالقلق والتوتر، وراح يزيد صراعه مع باء. فمهم جدا هنا في التثليثات هذه انها تكون ذات طابع ايجابي، وهذا راح نشوفه فيما بعد في موضوع التثليثات، او راح نشوفه عفوا في موضوع انواع التثليثات. بالتالي باسلوب بسيط جدا، التثليثات داخل الاسرة هي تنتج على وجود، او هي نتاج وجود توتر ما بين شخصين. لما يكونوا شخصين في قمة التوتر، أحدهما راح يسعى إلى إدخال شخص ثالث لتقليل من حدة التوتر. في مقاربات أخرى، قد يسمى الشخص الثالث والذي هو أقل تمايز حسب مقاربة بوين، في مقاربات أخرى قد يسمى كبش فداء، لأنه يكون بمثابة الكبش الفداء الذي تتخذه الأسرة أو يتخذه الثنائي الأول للتقليل من حدة التوتر. في مقابل هذا الوجه الآخر، قلنا لما يكون صراع ما بين الزوجين، أحدهما سيسعى إلى خلق طرف ثالث من أجل تقليل الصراع. أحيانا حسب وين تكون العملية عكسية. لما يكون صراع ما بين الزوجين، نجد الطفل يكري ولا يخلق أعراض مرضية، ولا يخلق اضطرابات سلوكية، أو يخلق بعض الأعراض النفسية أو بعض الأعراض الجسدية اللي الهدف منها تقليل من شدة الصراع
ما بين الزوجين او ما بين الكوبل، ولفت الانتباه الى بعض الاضطرابات التي يخلقها الطفل. وهذا في مقابل هذا السؤال: ما الذي يسمح به العرض داخل الأسرة، أو ما الذي يفعله العرض داخل الأسرة، أو ما الذي يغير العرض داخل الأسرة، هو السؤال المهم الذي يجعلنا نصل إلى هذه القراءة النسقية. لما نتحدث على التثليثات، طبعا لما نتحدث على التثليثات الأمر لا يتوقف على مفهوم التثليثات، بوين يعطي مجموعة كبيرة كلها تخرج من المصطلح العام اللي هي التثليثات. يقول باللي فيه التثليث، ويقول باللي فيه المثلثات، وهنا يركز نوعا ما على التفريق بين التثليث والمثلثات. التثليث كان حتى من الناحية العربية، ولو اني لا اتقنها جيدا، لكن التثليث تأتي من كلمة تفعيل، يعني هناك نية سواء واعية او لا واعية في البحث على طرف ثالث، هناك قصدية في البحث على طرف ثالث للتقليل من درجة التوتر لدى الشخصين. المثلثات هي كل ما يحدث بشكل طبيعي. لما نكون جالسين اثنين ونحب ندخلوا شخص ثالث معنا، لما نكون نتحدثوا على موضوع وندخلوا شخص ثالث معنا، لما نحب نسافروا في ثلاثة. فأحيانا تكون المثلثات تأتي بشكل تدريجي داخل الأسرة أو خارجها. يتحدث كذلك، إذا عندنا التثليث اللي هو فيه نوع من القصدية، عندنا المثلثات، وعندنا تشابك المثلثات. يتحدث بوين على مفهوم تشابك المثلثات؟ يعطينا جدول فيه الأشخاص. تصوروا معايا الجدول، فيه الأشخاص، شخص اثنين ثلاثة أربعة خمسة حتى نوصل ثمانية. الكولون الثاني فيه العلاقات، والثالث فيه المثلثات، باش نشوفوا مدى تشابك المثلثات. لما يكون عندنا شخص واحد، العلاقات قداش هنا في الأشخاص؟ في العلاقات قداش؟ صفر علاقة، لأن عندنا شخص واحد، ما عندناش علاقة ما بين شخص وشخص، عندنا شخص واحد، المثلثات صفر. لما يكونوا عندنا شخصين في المستوى الثاني، يكونوا عندنا شخصين، العلاقات تكون علاقة واحدة، المثلثات صفر. لما تكون عندنا ثلاث أشخاص، العلاقات راح تكون ثلاثة، المثلثات راح تكون مثلث واحد فقط، لأنه ثلاث أشخاص راح يخلقون مثلث واحد. لما يكون أربع أشخاص، في العلاقات راح تكون ستة علاقات، المثلثات راح تكون أربع مثلثات. لما يكون خمس أشخاص، العلاقات راح تكون عشرة أو أكثر، المثلثات راح تكون عشرة. ست أشخاص، العلاقات راح تكون 15، المثلثات راح تكون 20. سبع أشخاص، 21 علاقات و35 مثلثات. ثمانية أشخاص، عندنا 28 علاقات و56 مثلثات. تصور أسرة فيها ثمانية أشخاص، يعني عندنا حوالي 56 مثلث داخل هذه الأسرة، فقط من أسرة متكونة من ثمانية أشخاص. تقدر تكون تثليثات، تقدر تكون مثلثات، وهكذا. فما بالك الأسرة اللي تكون كبيرة وفيها أكثر من جيلين، يعني جيل الجد وجيل الابن وجيل ابن الابن، تكون فيها ثلاث أجيال، تكون أسرة كبيرة، فأكيد راح يكون شيء، تكون نوع آخر من المثلثات اللي راح نشرحه لاحقا. إذا تشابك المثلثات نقدر من ثمانية أشخاص في عائلة واحدة نخرج ب 56 تقريبا مثلث. كذلك إذا قلنا التثليث المثلثات، تشابك المثلثات، والتثليث الإيجابي. التثليث الإيجابي وين تكون عندنا على سبيل المثال مشكلة ونحاول نحلوها عن قصد مع شخص يقدر يساعدنا، حكما من أهله وحكما من أهلها. ففي مشكلة ما بين زوجين، يجيبوا حكم من أهلها، وبعدين يجيبوا حكم من أهلها. هذا نوع من التثليث الإيجابي. التثليث السلبي اللي تحدثنا عليه، وين يكون كان اثنين ما بيناتهم مشكلة يحاولوا يجيبوا شخص آخر
لحل للتقليل من درجة التوتر، أو حتى لما تحدث شخص في إطار النميمة مثل ما تحدثنا، لما جالس أنت وشخص وتتحدث على شخص آخر، فهذا نوع من التثليث السلبي. التثليث في العلاج كذلك كمصطلح آخر، كل الأسر في العموم لما تروح إلى المختص النفسي أو لما تروح إلى المعالج الأسري، فهي في العموم تبحث عن عملية تثليث. لما يكون في صراع ما بين المراهق والأم ويزوروا المختص، عندنا تثليث. لما يكون كوبل زوجين ما بيناتهم إشكالية ويروحوا للمختص، فهذا تثليث. التثليثات كثيرة جدا في العلاج، وضروري هنا أن المعالج النفسي سواء الفردي أو ذو المقاربة النسقية، أنه تكون عنده درجة وعي بالتثليثات التي من الممكن أن يطبقها، والتثليثات التي من الممكن أن كذلك يتجنبها أو يمارسها أثناء عملية العلاج، سواء في العلاج الزواجي أو في العلاج تيرابي كوبل ولا في العلاج الأسري. هناك كذلك ما يسمى بالتثليث عبر الجيلي. التثليث عبر الجيلي المقصود به أنه يكون تثليث ما بين الأم مثلا والبنت والجدة، يكون ما بين الأب والابن والجد أو الجدة، يعني في طرفي المثلث نلقاو شخصين من جيلين مختلفين، يا إما الأب الابن والأم، أو الجدة الأب والابن والجدة، الأم والأب والجد أو الجدة. فلما يكون تثليث فيه أكثر من جيل هنا، أو أكثر من جيلين عفوا، هنا نتحدث على التثليث عبر الجيلي. وهناك في الأخير النوع الثالث، واللي هو تثليث مثلث الحب. مثلث الحب طبعا بالمفهوم الغربي، يقول أتباع بويل، لما تكون العلاقة مضطربة ما بين الزوج وزوجته أو ما بين الزوجة وزوجها، فيسعى أحدهما إلى خلق علاقة ثالثة خارج إطار العلاقة الزوجية، خلق علاقة ثالثة خارج إطار العلاقة الزوجية، اللي يسمى بالمفهوم الأدبي الخيانة. هنا أصحاب بوين أو أتباع بوين يسموه مثلث الحب، لأنه هذا الشخص عنده إشكالية داخل أحد الزوجين، عنده إشكالية داخل العلاقة الزوجية، فيبحث إلى خلق هذه العلاقة خارج إطار العلاقة الزوجية، بالتالي فهو يعمل تثليث أو مثلث خارج الإطار الزواجي. إذن هذه النقطة الثالثة، عندنا تمايز، عندنا عدم التمايز، وعندنا المثلثات وأنواع المثلثات. النقطة الرابعة كذلك التي يمكن الحديث عنها هي النظم العاطفية للأسرة النووية. وعلى ذكر النظم العاطفية، نظرية بوين تركز بشكل كبير جدا على الجانب الانفعالي وعلى الجانب العاطفي داخل الأسرة، وحتى أن تكوين بوين في التكوين القاعدي بالنسبة له كان في تخصص التحليل النفسي. ما معنى النظم العاطفية للأسرة النووية؟ يقول بوين باللي الزوجان أو الأزواج يختارون عموما من يشبههم في درجة التمايز. نعاودوا نرجعوا هنا لموضوع التمايز. يقول لك باللي الأشخاص يختارون من يشبههم في درجة التمايز. اللي يكون عنده تمايز منخفض راح يختار شريك ذو تمايز منخفض، واللي يكون عنده تمايز انفعالي معرفي وعقلي مرتفع راح يكون أو راح يختار كذلك شخص أو راح يختار شريك ذو تمايز مرتفع. نمد مثال على التمايز المنخفض سواء بشكل واضح أو بشكل خفي، وكيف يتم الاختيار.
فرجينا ساتير وهي احد المؤسسين المقاربه النسقيه في العلاج الاسري، تتحدث على حال جو وماري. وش تقول فرجينا ساتير؟ تقول باللي جو يتصرف بثقه في ذاته امام الاخرين. جون هذا يتصرف بثقه في ذاته امام الاخرين، وهو قوي امام الاخرين، يعني يظهر او يظهر نفسه بصفه ادق، يظهر نفسه قوي امام الاخرين، لكنه يشعر بعدم التاكد وعدم الحيله والخوف داخله. يعني هناك اختلاف ما بين الظاهر والباطن. كي نسقطوا الاختلاف هذا على مقاربه كارل روجرز في العلاج الانساني، نتحدثوا على الذات المدركه والذات الحقيقية، ونقول باللي فيه كل ما يكون فيه اختلاف ما بين الذات المدركة والذات الحقيقية، الشخص هذا راح تكون عنده إشكاليات على مستوى السلوك، وراح تكون عنده صعوبات من الناحية النفسية. بالتالي فرجينا ساتير تقول باللي جو هذا شخص يتصرف بثقة، وهي لم تقل أنه يشعر بثقة، قد يتصرف بثقة في ذاته، قوي أمام الآخرين، لكنه يشعر بعدم التأكد، يعني مش متأكد من روحه، وعدم الحيلة والخوف داخله. هذا بالنسبة لجون. في مقابل هذا تقول لك فرجينا ساتير، تنظر ماري إلى جو. ماري تشوف جو بلي شخص قوي، شخص مليح، شخص نقدر نعوله عليه، شخص يعجبني. هذه ماري تشوف في جو بلي شخص مليح. وش تقول جو بينها وبين نفس جو وش تقول ماري بينها وبين نفسها؟ إن جو شخص قوي يمكنه رعايتي. في الوقت الذي تتصرف فيه ماري بثقة في ذاتها، ماري تتصرف بنوع من الثقة مثل جو، وهي منفتحة، متحدثة لبقة أمام الآخرين، لكنها تشعر أنها دائما غير متأكدة وضعيفة وخائفة من الداخل. واضح؟ جو يتصرف وكأنه واثق من نفسه، ماري تتصرف وكأنها واثقة من نفسها وهي متحدثة لبقة أمام الآخرين، جو يشعر بنوع من الخوف الداخلي وهو غير واثق من نفسها فعلا، وماري تشعر بالخوف الداخلي تجاه نفسها وهي غير واثقة. ماري لما تشوف جو تقول باللي هذا الشخص مناسب لي، يستطيع أن يحميني، يستطيع أن يكون سند بالنسبة لي، يستطيع أن أعول عليه. وعندما ينظر جو إلى ماري يقول أنها شخص قوي يمكنها رعايتي، وهذا يخليهم يتقاربوا، هذا يخليهم يعجبوا بعضهم البعض، لأن الآخر ظاهريا يكملني، لأن الآخر ظاهريا يكمل النقص الموجود فيها. وهذا عليه في بعد الخطبة وبعد الزواج نسمع كثيرا كلمة تتغير، نسمع كثيرا كلمة تتبدل ياسر، نسمع كثيرا كلمة ماهوش هذا الشخص اللي كنت نعرفه. نترجموها تقريبا أو نقدر نسقطوها على المثال اللي مدرته فرجينا ساتير. بعد الزواج يجد كل منهما الآخر غير قوي. بعد الزواج يتفاجأ كل منهما أن الآخر غير قوي، وأن الآخر ليس الشخص الذي كان يتمناه، ويشعر بالإحباط وخيبة الأمل والغضب الناتج عن العلاقة الجديدة ما بينهما اللي ما كانوش ينتظروها طبعا. وكل واحد فيهم راح يتفاجأ في الآخر، وهنا تبدأ المشاكل. ففرجينا ساتير لما تتحدث على علاج هذه الحالة تعود إلى عامل الاختيار، وهو الانطلاق الأساسي، وهو من ضمن الأسئلة اللي نسألوها عموما في العلاقات في جلسات العلاج الزواجي تيرابي كوبل. السؤال المهم اللي نسألوه، كيفاش عرفتوا بعضكم؟ أو كيفاش حتى تعرفتوا على بعضكم؟ لأنه راح يحكي لك مسار علاقة كاملة، وتقدر تقف على مجموعة التغيرات التي تحدث. هذا ربما نتحدث عليه في الجزء الثاني إن شاء الله، في التقنيات العلاجية التي يستخدمها بوين. إذا
الحديث عن النظم العاطفية للأسرة النووية، قلنا النقطة الأولى باللي الأزواج يختاروا عموما من يشبههم في درجة التمايز، وأحيانا نختار. هنا الاختيار فيه الكثير من الحديث، فيه الكثير من المقاربات التي تتحدث عنها الاختيار. فرويد يتحدث على الاختيار بطريقة معينة والعلاقة مع الأم، هناك من يتحدث على الاختيار وفقا للصورة الذهنية المرسومة في الدماغ اللي يتحدث عليها في كتاب أحصل على الحب الذي تريده، وهو كتاب مترجم من الإنجليزية إلى العربية. فرجينا ساتير تتحدث على أننا قد نبحث عن الأشخاص الذين يكملوننا، ثم نتفاجأ أننا مع أشخاص يحتاجون ما نحتاج. أتذكر جيدا أنه عندي عميلة كانت تقول لي تعرفت على شخص وهو محتاج جدا إلى الحنان في الوقت الذي أنا كنت محتاجة فيه جدا إلى الحنان. يبقى شكون اللي راح يقدم لهم الحنان؟ هما في علاقة، والعلاقة هذه يمكن راهي قاعدة تنمو بشكل تدريجي. وفي إحدى الجلسات تحدثنا على مدى رغبتها أنه يكون في حياتها شخص يقدم لها أكبر قدر ممكن من الحنان، لأنه ما تلقتوش ثلث حياتها كامل. في الوقت اللي الشخص الآخر اللي هي معاه على علاقة محتاج، عنده نفس الاحتياج. يبان هنا شكون اللي راح يقدم للآخر. طبعا هذه ماهيش نقطة اللي باش تكون معيقة في حالة ما إذا تم إدراكها، لكن إذا ما تمش إدراكها راح تكون إذا ما تمش إدراكها وما تمش الحديث عليها راح تكون معيقة جدا في العلاقة الزوجية. بالتالي في النظم العاطفية للأسرة النووية يقول بوين كذلك، إذا تزوج شخصان لديهم مستوى منخفض من التمايز اللي تحدثنا عليه سابقا، فمن المحتمل أن يكونا كزوجين منصهرين ومندمجين بسرعة عالية، وكذلك أطفالهم. إذا عندنا كوبل كانوا عندهم مستوى تمايز منخفض، هذا راح نشوفه راح نروحوا إلى مرحلة الانصهار، مرحلة الاندماج مش مثل ما تحدثنا عليها في أول الأمر، وهذا راح يؤدي كذلك حتى الأطفال أطفالهم في الأسرة راح يكون عندهم انصهار واندماج كبير. وهنا نقدر نتحدث على المثلثات المرضية اللي تقدر تكون داخل الأسرة. النقطة الرابعة، عملية الإسقاط الأسري من ضمن المبادئ الخاصة بنظرية بوين في مقاربته العلاجية، العلاج الأسري والزواجي. المبدأ الرابع هي عملية الإسقاط الأسري. وش يقول؟ يقول باللي الزوجين الأقل تمايزا، وهنا شوف دائما نرجع إلى مفهوم التمايز لأنه هو الأساس، هو ما يميز النظرية. يقول لك بوين الزوجين الأقل تمايزا يسقطون توترهم على واحد من أطفالهم، هنا ما يسمى بالمثلث المرضي مثل ما تحدثنا سابقا. الطفل الذي يكون أكثر تعلق عاطفيا بأحد الوالدين هو الطفل الأقل تمايزا والأشد صعوبة في الانفصال على والديه، وهذه تظهر في قلة الذهاب إلى المدرسة، تقطعات الذهاب إلى المدرسة، الالتصاق الدائم بالأم، بما يسمى في نظرية تحليلية بالتعلق. الطفل الذي يرغب في البقاء في البيت وعدم الذهاب إلى المدرسة يمكن اعتباره حسب أبوين مندمج ومنصهر مع والديه. يمكن مقاربة، ما ناخذ الموضوع ب على المستوى الفردي أو في الانديفيديال راح نتحدث على التعلق المرضي. في مقاربة بوين يقول لك هذا الطفل هو مندمج ومنصهر مع والديه. في مقاربات أخرى، مقاربة نسقية مثلا، يمكن الحديث على أن الطفل موجود في البيت لا يحب الذهاب للمدرسة، موجود في البيت يمكن للحفاظ على أمه أو للتقليل من حدة الصراع الموجود ما بين الأب والأم. في عملية الإسقاط الأسري يقول بوين أنه كلما زاد انصهار واندماج الزوجين زادت احتمالية حدوث إسقاط على الطفل الأكثر ارتباط بوالديه، ما بين قوسين
كبش الفداء اللي هو مصطلح نقدر نتحدث عليه في مقاربات واحدة أخرى. إذا الصراع الموجود ما بين الزوجين يتم إسقاطه على الأبناء. أحيانا الصراع الموجود ما بين الجيلين، جيل الأم مثلا والابن، يتم إسقاطه على جيل أو يتم إسقاطه على أحد أفراد الأسرة. أوكي. النقطة الخامسة اللي هي القطع والانفصال العاطفي. لحد الآن أنا أتحدث على المبادئ الأساسية لمقاربة بوين. القطع والانفصال العاطفي. ما هو القطع والانفصال العاطفي؟ بمعنى يحاول أفراد الأسرة فصل أنفسهم عن الأسرة من خلال ما يسميه بوين بالقطع العاطفي. قد يكون أحيانا الهروب من البيت، هروب كهروب، يقدر يكون أحيانا الانفصال عن البيت بحجة الدراسة في بلد آخر، قد يكون أحيانا البقاء أطول مدة خارج البيت. وهذا علاش نلقاو أحيانا لي بارون يشكو من ولادهم أنه يقول لك ملي يخرج من الدار ما يعاودش يرجع، غير كنعيطوا له قدام مرة، ولا غير كيروح يجيب أخوه، ولا وكأنه درجة الصراع اللي موجودة داخل الأسرة، درجة التوتر الموجودة داخل الأسرة، تخلي أحيانا أحد أفراد الأسرة ينقطع أو ينفصل عاطفيا، شغل يدير حاجز بينه وما بين هذا الصراع. يقدر يكون تكون كاين مبررات لهذا الحاجز، الدراسة، السفر، العمل وإلى آخره. ويقدر ثاني يكون بالنسبة للأطفال بطريقة لاواعية من خلال أنه يقضي أطول وقت ممكن في الغرفة، يقضي أطول وقت ممكن مع جهاز كمبيوتر، يقضي أطول وقت ممكن في اللعب خارج البيت. فهذه السلوكات يترجمها في إطار العلاقة بوين على أنها قطع الانفصال العاطفي. بالنسبة للأطفال الأصغر سنا فإنهم ينفصلون عاطفيا حسب بوين من خلال بقاء أطول مدة كما ذكرت في الغرفة، أو أطول مدة خارج البيت. وهنا مهم جدا أن التدخلات ما تكونش على السلوك في حد ذاته، وهذا ما يميز مقاربات العلاج الأسري عموما والمقاربات النسقية خصوصا، أنه ما نبقاوش في العرض. إذا كان أبوين يجيبوا ابنهم لأنه يقضي وقت كبير خارج الأسرة، خارج البيت، أو يقضي وقت كبير داخل البيت، داخل الغرفة على انفراد، يقول لك ما يحبش يريح معانا، سمو كيفاش حتى ولا ما يريحش معانا؟ كيفاش حتى ولا يقضي أطول وقت ممكن خارج البيت؟ فعملية فتح الزوم على العلاقات هذا راح يعطينا أكبر عدد ممكن من المعلومات، وهذا راح يساعدنا أننا نفهم هذا العرض في إطاره النسقي وليس في إطاره الفردي أو في إطاره الخطي أو في الانديفيديال فقط. لأنه أحيانا بعض لي باسيو يغلقوا علينا كي ندخل أنا والمختص والباسيو والعرض. لو كان نبقى ندوره في هذا المثلث ممكن يغلق علينا وناخذ وقت كبير باش نقدروا نساعد الشخص هذا. لكن اذا قدرنا نفتحه العمل والزوم تاعنا يكون اوسع، نشوفوا العلاقات داخل الاسره، نشوفوا ما الذي غيره هذا النسق او هذا العرض داخل الاسره، لما يكون العرض ما الذي يحدث في الاسره، لما يغيب العرض ما الذي يحدث في الاسره، وقتاش بدا العرض بالضبط، من الذي يكون قريب من الشخص الحامل للعرض، من الذي يكون بعيد الشخص الحامل للعرض. العديد من الأسئلة ذات الطابع النسقي أو الدائري اللي تخلينا نفهم دور هذا العرض داخل الأسرة، وهذا يخلينا كذلك نقدر ندخله بطريقة اللي تكون مخففة من حدة العرض. طبعا في القطع والانفصال العاطفي كلما كان مستوى القلق مرتفع في الأسرة زادت إمكانية القطع العاطفي في الأسرة تكون أكثر احتمالا. إذا النقطة الخامسة في العموم اللي كنا نتحدث عليها الآن هي القطع والانفصال العاطفي. ملخصها كل ما يكون فيه
مستوى قلق مرتفع داخل الأسرة، كل ما فيه احتمالية أن نلقوا بعض أفراد الأسرة اللي عندهم قطع وانفصال عاطفي، أنهم يحاولوا جاهدين أنهم يسحبوا أنفسهم من ذلك القلق اللي تعيشها الأسرة، سواء بالدراسة سواء بالسفر. نتذكر مليح أنه كانت كاينة طبيبة بسيكياتر كنت نحكي معاها، كانت تقول لي باللي في هذه النقطة، كانت تقول لي باللي تلمو قلقت من المشاكل تاع الدار، تلمو قلقت من أنه أحد أشخاص موجودين في الدار كان مريض ذهاني، فكانت تقول باللي كي نجحت كان عندي الخيار أني نقرأ في ولايتي أو نقرأ في ولاية واحدة أخرى، لكني فضلت أني نقرأ في ولاية أخرى، في ولاية أخرى بعيدة على ولايتي، من أجل أنه ننفصل عاطفيا على أو انفعاليا على الأسرة. وهنا يبين درجة القلق داخل الأسرة ودرجة الإجهاد اللي ممكن عاشته الطبيبة هذه، اللي من خلالها فكرت في ما يسمى بالقطع أو الانفصال العاطفي. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة في مقاربة جويل، لأن تحدثنا تقريبا على قلنا باللي فيه ثمانية مبادئ أساسية. النقطة السادسة هي عملية التحويل والإرسال عبر الجيلي. ما معنى عملية التحويل والإرسال عبر الجيلي؟ الجيلي بوين يتحدث، يقول باللي فيه بعض الاضطرابات لما تكون أحيانا في الجد الأول تنتقل إلى الجد الثاني ثم تنتقل إلى الأب ثم تنتقل إلى الطفل. ويمد مثال يقول لك باللي مثلا الجد الأول لما نرسم شجرة العائلة نلقاو الجد الأول عنده توتر واكتئاب، الجد الثاني حيكون عنده تمايز منخفض وتوتر عالي، الأب اللي هو ابن الجد، الأب راح يكون عنده تمايز منخفض كذلك والتوتر عالي، الطفل راح يكون عنده تمايز منخفض. واضحة؟ فالانتقال هذا من جيل إلى جيل يقول باللي بوين أن الاضطرابات النفسية لا ترتبط بجيل واحد بقدر ما هي تقدر تكون نتاج ثلاث أجيال أو أربع أجيال سابقة. باش نقدروا نوصلوا إلى هذا الأمر، من المهم جدا أننا نحاول نرسم شجرة العائلة ونتبع شجرة العائلة جيلين أو ثلاث أجيال، باش نستطيع فك هذا الموروث إن صح التعبير اللي راهو قاعد ينتقل من أسرة إلى أخرى. يقول كذلك بوين على أنه ينتقل ضعف التمايز أو افتقاره من جيل إلى الآخر، مثل ما تحدثنا تزداد نسبة الانتقال عند وجود زوجين متشابهين في الافتقار للتمايز أو ضعفه، مثل ما تحدثنا من خلال مفهوم عملية الإرسال الذي يتم عبر الأجيال، فإن الأجداد والآباء والجدات والخالات والعمات والأقارب الآخرين كلهم لهم دور في وجود الأمراض النفسية لدى الأسرة، يكون كاين نوع من الانتقال. نعطيكم مثال، فيه أم تقريبا من سنتين ولا ثلاثة كانت جابت لي الابن تاعها يعاني من تدهور المستوى الدراسي، انخفاض في المستوى الدراسي، كان تقريبا إذا نتذكر مليح كانت معدلاته 11 12 في المتوسطة، ثم انخفضت إلى 8 أو 9 فاصل. طبعا المرحلة تاع المتوسطة هي مرحلة هزات بحكم أنها مرحلة مراهقة، وتصل العديد من التغيرات على المستوى الفردي، تصل العديد من التغيرات على المستوى العلائق وعلى المستوى النسقي بالنسبة للفرد. مثل ما كنت نقول باللي ما نبقوش سجناء العرض فقط، انه انخفض في المستوى الدراسي نتوقفوا نحاولوا نساعدوه نحاولوا نديروا له دعم نحاولوا ما نبقوش سجناء العرض. في العمل مع الطفل والأم لقيت باللي كان مشكلة كبيرة
في العلاقة ما بين الأب والابن. هذا المراهق مشكلة كبيرة في العلاقة ما بين الأب والمراهق. فعودت وجهت المراهق إلى مختصة في صعوبات التعلم اللي ممكن تقدر تعاونه أكثر مني أنا وأفضل مني أنا، وبقى العمل التاعي مع الأم. من خلال العمل مع الأم، من خلال العمل مع الأم، الأم قالت لي واحد الجملة مهمة. قالت لي باللي الأب تاعه يضرب فيه ويضرب حتى في أنا، وبحكم هذا هو الطفل الأكبر عندهم. فقلت لي أستاذة أنا قاعدين نعيش العنف بشكل كبير داخل الأسرة. هنا مهم جدا أننا نعمل على الأقل، إذا ما كانش فرصة أن نعمل مع الأب راح نعمل على الأب. ما قدرناش نخدمه معاه راح نخدمه عليه. في حديثي مع الزوجة على زوجها كانت تقول لي باللي نعرف مليح باللي تلقى عنف كبير من الوالدة تاعه، وهو في نفس الترتيب، في نفس ترتيب ابنه. يعني الأب هو الأول والابن هو الأول، وهذه راح نتحدثوا عليها فيما بعد. علاش تلقى عنف كبير من 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 الأب تاعه؟ باش نلخص لكم الموضوع وتشوفوا فقط أهمية أننا نذهب إلى أكثر من جيل أو أكثر من جينيراسيون باش نقدروا نفهموا كيفاش ينتقل عدم التمايز من جيل إلى جيل. هذا الابن المراهق اللي الوالد تاعه اللي هو زوج الباسيونت اللي كانت عندي أو الأم اللي كانت عندي، الوالد تاعه كان يضرب فيه. الوالد تاعه يعني جد الطفل كان يضرب فيه. وعليه الوالد كان يضرب فيه؟ الجد كان يضرب فيه لأنه الأب تاعه كان عنيف معاه. علاش الأب كان عنيف؟ الأم كانت تحكي باللي الجد هذا في عهد الاستعمار الفرنسي شاف الأب تاعه قتلته فرنسا قدام عينيه. يعني هنا نتحدث على صدمة من ناحية نفسية، يمكن نتحدث على أعراض البي تي اس دي بالنسبة للجد، ممكن نتحدث على أعراض الاكتئاب. يعني الصدمة هذه في أكيد راح تولد في معظم الأحيان راح تولد اضطرابات بالنسبة للشخص. شوف كيفاش انتقل من فعل في سنوات 54 ولا 62 انه شخص شاف الوالد تاعه يقتل امامه او يقتل امامه. هذا الشخص يعيش قلق كبير ويعيش توتر، واكيد راح يعيش اعراض ما بعد الصدمة. يكون اسرة، يكون عنيف مع الـ مع الـ او تكون عنده اسرة ديجا، يكون عنيف مع اسرته، مع ابنه. الابن هذا لما يكبر يتزوج راح يكون معاه عنيف مع ابنه، وهذا الابن يكبر ويتزوج ويكون عنيف جدا مع. شوفوا كيفاش العنف ينتقل من جيل إلى جيل. لما نكونوا في العلاج الأسري هنا ويسمعوا الأشخاص الموجودين هذا الحديث، يسمعوا كيفاش أن الشخص الذي كنت أعاني منه هو كان يعاني في نفس الوقت. الشخص الذي كنت أظن أنه سبب في آلامي فقط كان في يوم ما في نفس الموقف الذي كنت فيه أنا. ففي الحالة هذه شوفوا كيفاش من جيل إلى جيل ما بقيناش فقط في العرض الموجود عند اللي جات به الأم واللي هو تأخر في المستوى الدراسي، بقدر ما مشينا على مستوى 3 أجيال لقينا إشكاليات واحدة أخرى مهم جدا أنهم يعرفوها الأبناء، ومهم جدا أنها الزوجة تعيد النظر إليها بشكل مختلف. هذا الأمر راح يخلي منظورنا أو منظورهم إلى المشكلة يختلف بشكل كبير. نفتح قوسين فقط، تذكرت حالة أخرى. كان عندي كوب زوجين، الطلب كان من طرف الزوجة باللي زوجها كي يتقلق يقول كلمات ماشي ملاحة، يعني يقول لي مو فيلجر ولا يطيح الهدرة. كانت تقول لي باللي في الأول كنت متحمل الأمر، بصح بعدين ما عدتش متحملاته لأنه أصبح عنده أولاد.
فشوف وجود الأولاد، وجود خاصة الولد الأول، ولا عندنا تثليث كيفاش وجود الولد غير من النسق وخلى الأم تطلب المساعدة أو تطلب العلاج. عملنا جلسات مع الكوبل، مع الأبوين. نحكي لكم على مقطع صغير فقط مع الزوج، وين تحدثت مع الزوج على كيفاش كان يعيش مع الوالد تاعو. كان يقول لي باللي الوالد تاعي راهو كان يدير في نفس الشيء، كان يقلق، يقول الهدرة مش مليحة، كان يقلق ما يهموش كل اللي راه موجود معاه في الدار، يعني يطيح الهدرة وخلاص. قلت له انا كيفاش كنت تعيش انت وضع كيما هذا كي يكون والدك يدير في السلوك هذا؟ قال لي كنت نتخبى ورا الباب ونبدا نبكي. بس كيفاش صورة الأب، كيفاش نسمع كلام كيما هذا يقول فيه بابا اللي راهو بالنسبة لي حاجة كبيرة. خدمنا على الشعور هذا الخاص بالطفل والخاص بالأب عفوا، وحبيت نركز عليه، حبيت نزوميه مليح. وش كنت تحس في اللحظة هذيك؟ وش كنت تخمم؟ وش كنت تتمنى؟ كيفاش كانوا الآخرين يشوفوا فيك؟ ثم العمل على الموقف هذا ننقله إلى الطفل. ماذا تفكر لو كان ابنك يشعر الآن بنفس الشعور هذا؟ كيفاش تقدر تساعد ولدك باش ما يحسش نفس الشعور اللي حسيته أنت لما كنت صغير؟ شتو كيفاش من العرض كيفاش رحنا إلى الجيل الثاني الخاص بالأب، وعرفنا باللي كان عرض ينتقل من جيل إلى جيل عبر جيلي، وخدمنا على مشاعر الأب لما كان طفل، ثم أخذناها وعطينا للأب دور أنه كيفاش يقدر يعاون ابنه باش ما يحسش الابن تاعك نفس الإحساس اللي كنت تحسه أنت. كيفاش راح يكون عندك الشرف كأب أنك خلينا نقول تنهي هذه سلسلة الموروث اللا شرعي لهذا السلوك. فلما تعطي هنا للأب دور يتشرف به، هذا راح يقدر يساعده بشكل كبير جدا أنه في قرارة نفسه يتوقف على هذا السلوك. مثال على ذلك كما قلت الطفل اللي كان يعاني من العنف بسبب او يعاني من العنف وظهر العرض في تأخر في المستوى الدراسي، لكن كي نروحوا بعيد على مستوى الجيل الثالث راح نلقاو باللي كاين إشكاليات واحدة أخرى شوية أبعد وشوية أكثر. هذا بالنسبة لي عملية التحويل والإرسال عفوا عملية التحويل والإرسال عبر الأجيال. طبعا مش المقاربة بوين فقط التي تتحدث على التحويل عبر أو عبر الجيلي، بقدر كذلك المقاربة السياقية. لينا جي تتحدث على هذا المفهوم بشكل واضح وبشكل عميق وبشكل كذلك أدق. النقطة السابعة وما قبل الأخيرة اللي هي يتحدث عليها بوين، اللي هي وضع ترتيب الأسرة. تقريبا فيها حوالي أربع نقاط. النقطة الأولى في وضع وترتيب الأسرة، بوين يقول الترتيب الولادي يؤثر على أداء الأطفال داخل الأسرة حسب بوين. الترتيب الولادي بمعنى مثل ليس كما الطفل الأول، كما الطفل الثاني، كما الطفل الثالث، كما الأخير على سبيل المثال. فكل ترتيب ميلادي معين عنده خصوصية نسقية في العلاقة، عنده خصوصية نسقية في التثليث. فأول تثليث اللي هو الأب والأم والطفل الأول، العلاقة هذه عندها خصوصية كبيرة. في العموم الملاحظ من خلال عملي انه الاشكاليات العلائقيه او احيانا سوء العلاقه داخل الاسره يكون مع المراهق الاول،
مع أول مراهق ذكر داخل الأسرة. هنا تكون العديد من الإشكاليات على هذا المستوى. الآباء يعانون كثيرا مع المراهق الأول، لأنه ما زالت ما عندهمش ميكانيزمات التواصل، أو ما زالت ما عندهمش فكرة على التغيرات اللي ممكن يعيشوها مع هذا الطفل. يعني قبل 8 سنوات أو 9 سنوات كان طفل هادي، كان طفل مسالم، كان طفل يتبع التعليمات. لما يولي عمره 10 سنين 12 سنة يبدأ يدخل مرحلة المراهقة، يبدأ يتغير أدواره داخل الأسرة. الأبوين راح يشوفوا باللي هذه التغيرات هي تحدي بالنسبة لهم، وتحدي بالنسبة لأدوارهم، وخاصة الأب. وهنا من يدخلوا في صراع، والصراع هذا يخلق إشكاليات كبيرة علائقية، يخلق تشوه على مستوى مفهوم السلطة بالنسبة لهذا المراهق، وممكن يعكس هذا المفهوم في المدرسة مع رجال الأمن وكل ما يميز مفهوم السلطة. بالتالي العمل على طريقة التعامل مع المراهق الأول داخل الأسرة هو ذو أهمية كبيرة، لأنه يكون مصدر معلومات ومصدر ثراء كبير بالنسبة للأبوين. طبعا مش كما الابن الأول كما ذكرت، كما الأوسط. وفي العموم نلقاو باللي حسب الملاحظة، حسب حتى بعض الدراسات اللي كنت طلعت عليها من قبل، باللي فيه اختلاف في معظم الأحيان يكون واضح ما بين الطفل الأول والطفل الثاني. ما بين الطفل الأول والطفل الثاني. الطفل الأول يكون على علاقة مباشرة مع الأب، على علاقة مباشرة مع الأم، يكون مدة ربما سنتين 3 سنوات 4 سنوات هو المتربى على عرش الأسرة، يلقى كل الاهتمام. لكن الطفل الثاني لما يجي راح يلقى 3 في الأسرة، مش راح يلقى 2، راح يلقى 3. بالتالي راح يحاول يدير كل ما هو مختلف عن الطفل الأول من أجل الحصول على الاهتمام، من أجل الحصول على لفت الانتباه، ومن أجل أنه يأخذ مقعد إن صح التعبير داخل الأسرة. إذن في وضع ترتيب الأسرة، قلنا الترتيب الولادي له أهمية كبيرة داخل الأسرة حسب بوين. كذلك انطلاقا من أعمال تومان اللي كانت في 1961، فقد آمن أبوين بأن موقف الأخوة داخل الأسرة سيؤثر على كيفية أدائهم كآباء في المستقبل. يعني ترتيبك أنت داخل الأسرة، كنت الأول أو كنت الثاني أو كنت الثالث أو كنت الرابع، هذا عنده علاقة وعنده تأثير حسب تومان وحسب أبوين على دورك كأب فيما بعد، وعلى دورك أنت كأم فيما بعد. العلاقات الأفقية، علاقة الطفل الأول مع الثاني، الثاني مع الثالث، الثالث مع الأول، الثاني مع الرابع، وهكذا. كل العلاقات الأفقية عندها علاقة تأثير مع دور هؤلاء الأطفال لما يكونوا آباء. والعلاقات العمودية، علاقة الأب مع الطفل الأول، علاقة الأب مع الطفل الثاني، علاقة الأم مع الأول والثاني، وهكذا. كل العلاقات العمودية عندها تأثير على دور الآباء أو دور الأبناء لما يصبحون فيما بعد آباء. نعطي مثال بسيط جدا وباختصار. كانت عندي باسيون عندها إشكالية لافوبي سوسيال، كان عندها خوف اجتماعي كبير، كانت أحيانا ما تخرج من البيت. خدمنا على مستوى الاضطراب، على مستوى الفردي، على مستوى ببعض تقنيات العلاج المعرفي السلوكي، التعريض مع خفض الحساسية وغيرها. ثم فيما بعد خدمنا على طبيعة العلاقة ما بين الباسيونت هذه والأم بتاعها، فنلقاو باللي العلاقة مضطربة بشكل كبير. تدريجيا حبيت نروح إلى الجيل السابق للأم. وش نلقاو باش نشوفوا قضية الترتيب فقط؟ من ضمن الملاحظات أنه أمها كانت هي الثانية في الأسرة. الأم كانت هي الثانية في الأسرة. اللي قبل الأم كانت بنت أخرى أو أخت الأولى. الأخت الأولى كانت معاقة. بالتالي كل اهتمام الأم وكل اهتمام الأب
كان بالبنت المعاقة، وكان نوع من التهميش بالنسبة للبنت الثانية. أخلاقيا البنت الثانية هذه اللي راهي الأم، البنت الثانية كان عندها قلق كبير وغضب تجاه أختها لأنها هزت كل الاهتمام. هذا الغضب يبقى مكبوت، وقتاش يعاود يخرج؟ يعاود يخرج لما البنت هذه تكبر وتتزوج وتجيب بنت أخرى أولى وتصب عليها كل هذا الغضب اللي كان مكبوت في مرحلة ما، واللي حست الأم هذه بنوع من التهميش، وحست باللي ما كانش مكانة داخل الأسرة، تقدير ذات منخفض لأن الاهتمام كان ما كانش. بالتالي لما تزوجت وجابت أبناء، البنت الأولى اللي هي رمزيا الأخت الأولى، البنت الأولى هي اللي كانت علاقتها معها مضطربة جدا، وهي اللي كانت في مقابل هذا باسيونت عندي. فالباسيونت لما فهمت علاش أمها تتصرف معها بالطريقة هذه، علاش أمها عنيفة معها بالطريقة هذه، علاش أمها تقولها راكي كيما خالتك فلانة، لما فهمت المشكل على مستوى جيل آخر، بدأت تمد نوع من الأعذار للأم، وإن كانت تشوف في روحها في مرحلة ما هي فقط الضحية، وكانت تشوف في أمها هي الجلاد. في مرحلة من العمل بدأت تشوف أن حتى أمها هي في مرحلة ما كذلك كانت ضحية، وهذا يغير منظورنا للعلاقات في الأسرة بالطبع. هذا بالنسبة لي تأثير وضع الترتيب للأسرة وعلاقته بالأبوة فيما بعد، أو علاقته بالوالدية فيما بعد. كذلك من ضمن النقاط اللي يتحدث عليها بوين هي أن الطفل الأكبر اللي كان مسؤول على أخته يكون فيه احتمال كبير أنه يكون مسؤول في أسرته كذلك. يعني الطفل الأول كبير اللي كان مسؤول على أخته، أو حتى البنت الكبرى اللي تكون مسؤولة على أخوتها، عندها مستوى الإحساس بالمسؤولية مرتفع. لما تتزوج راح تكون عندها إمكانية كبيرة إنه تكون مسؤولة وتكون ناجحة في مسؤوليتها على في مسؤوليتها على أبنائها. يمد بوين مثال ويقول باللي الابن الأكبر في أسرة ألف على سبيل المثال وليس الحصر، الابن الأكبر في الأسرة ألف لما يتزوج البنت الصغرى في الأسرة باء يقدر يكون هنا نوع من التكامل، وهذا التكامل يخلي الأسرة تسير بشكل في العموم تسير بشكل جيد، لأنه في شخص مسؤول وفي شخص محتاج إلى المسؤولية. يقول ممكن يكون فيه نوع من التصادم أو نوع من القلق إذا كان عندنا الشخص الأول في الأسرة ألف هو الأول، والشخص باء أو البنت باء في الأسرة ألف هي الأولى، يعني مسؤول مع مسؤول. أكيد إذا ما جلسوش على الطاولة وحددوا المهام وحددوا الأولويات راح يكون فيه صراع على السلطة، عند من راح تكون البوفوار. نفس الشيء على مستوى الترتيب الولادي، إذا كان عندنا الابن الأخير في الأسرة اللي هو مدلل في العموم، اللي هو ياخذ اهتمام كل الأسرة، اللي هو محط أنظار الأسرة كامل، وفي مقابل هذا تكون زوجته هي الأخيرة في الأسرة، هي المدللة وهي اللي محتاجة إلى الاهتمام وتلفت كل أنظار الأسرة. إذا اثنين كانوا مصدر اهتمام كل الأسرة ويتلاقوا باش يكونوا أسرة واحدة، طبعا احتمال أنهم يكونوا مصدر اهتمام كل المجتمع أو كل المحاكم إن صح التعبير. فالترتيب هذا عنده تأثير. مستوى وعينا على في هذا الترتيب، ومستوى وعينا درجة تأثير هذا الترتيب علينا وعلى الأشخاص اللي عندنا علاقات دائمة معاهم، هذا راح يحل الكثير من الإشكاليات، وهذا راح يساعدنا بشكل كبير أننا نتخلص من بعض الوضعيات القلقة أو من بعض التثليثات القلقة اللي نعيشها.
النقطة الثامنة والأخيرة اللي يتحدث عليها بوين، يقول باللي يمكن أن تكون مثل ما تكون أسر غير متميزة وأسر متميزة، يمكن تكون كذلك مجتمعات غير متميزة وغير متميزة انفعاليا، مثل ما تحدثنا على التميز. لهذا ذكرت إنه في أول المباشر أنه مهم للغاية فهم تميز الذات عند بوين، لأنه المبادئ السبعة الباقية كلها تمر أو تنطلق من نقطة فهم التمايز وفهم عدم التمايز. التميز المجتمعي أو عدم التمايز، بوين يقول فيه أنه يمكن أن تكون هناك مجتمعات كذلك عدم متمايزة انفعاليا، خاصة في مرحلة الحروب وما بعد الحروب، يعني أثناء الحرب وما بعد الحرب. نتذكر جملة كانت تتقال في الألفينات، يعني في ال10 سنوات الأولى بعد الألفين، كان يقولها صديق دائما من باب المزاح، بس كان عندها معنى كبير. كان يقول لي الشعب الجزائري ما يعرف يفرح ما يعرف يحزن. قلت له علاش؟ قال لي إذا فرح يخرج يكسر، وإذا حزن يخرج يكسر. قال لي ساعات ما تعرفوا فرحان، ما تعرفوا غضبان. كي تهز المقولة هذه وتسقطها على عدم التمايز، وخاصة أن الشعب الجزائري كان خارج في مرحلة ما من معاناة كبيرة، معاناة العشرية السوداء، فتفهم فعلا ما يقوله بوين، أن المجتمعات كذلك تقدر تعيش مرحلة عدم التمايز انفعالي، خاصة لما تكون أثناء الحروب أو بعد الحروب. طبعا هذه أهم المبادئ الثمانية اللي عند بوين في مقاربته العلاج الأسري والزواجي العبر جيلي. وكما ذكرت باللي أهم عنصرين هما التمايز الذات والتثليثات، نتمنى فقط أني شرحتهم بطريقة تقدر توصل من خلالها الفكرة. طبعا هذا العمل البسيط اللي قدمته ماهوش هو النهاية، ولا ماهوش هو اللي باش يكتفي به الطالب أو يكتفوا به بعض الزملاء، فقط اللي يحب يتوسع أكثر يهز المصطلح ثم يبحث في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في المواقع، راح يلقى الكثير من الشرح الأوفى والأكثر، وراح يلقى كذلك نقاط أخرى ربما يستطيع الإجابة عليها. مش عارف إذا كانت فيه أسئلة. ألوغ سعيد جدا بوجود البروفيسور حنيفة صالحي. تقول تحتاج الأسرة الجزائرية لمن يقرأها بطريقة علمية لتدرك المخاطر التي تحدق بها. فعلا هي سواء كاين كوبير عندي في الانترنت، مش عارف من واش. شكرا شكرا لكم جميعا. انا لي اشكركم على حضوركم، وانا لي اشكركم على متابعتكم، وانا لي اشكركم على تشجيعكم، لانه يعني صراحة يعني لي الكثير. الولاء الله يبارك، يعني كاين مصطلحات ما شاء الله. لما تحدث عن الولاء المرئي، الولاء الغير مرئي، البين جيلي، السياقية والنسقية. دكتور، هل صحيح المرأة تميل للرجل الذي يشبه أبوها أو أخوها، وما سبب ذلك الميل إذا كان؟ طبعا كي نرجعوا لفرويد، يؤكد على هذه النقطة باللي أحيانا الاختيار يكون مبني على العلاقة الأولى، علاقة مع الأم أو العلاقة مع الأب.
نجاوبك بطريقة واحدة أخرى. في بعض العلاجات الفردية لا نستطيع تجاوز المشكل التي تعيشه الزوجة مع زوجها إذا لم تحل المشكلة التي كانت تعيشها هذه الزوجة مع أبيها، واضح؟ أو المشكلة التي كان يعيشها الزوج مع أمه، إذا ما تحلتش المشكلة هذه اللي كان يعيشها الزوج مع أمه، ما نقدرش نحلو المشكلة اللي يعيشها الزوج مع زوجته. نظن هنا في مضمون الإجابة تقدري تفهمي بزاف حوايج. صابرينا، كذلك سعيد جدا بوجودك وتمنيت أني نسمع صوتك في مشاركة ولا في سند ولا في تفعيل أو تنشيط، عفوا تنشيط. أوكي، هو شفت باللي مش عارف، مش واضح عندي مليح، بصح شفت باللي من يتحدث على الولاءات، الولاء المرئي او غير المرئي، والاستاذ بشير كان صحح باللي مفهوم الولاء هو خاص بالنظرية النسقية، بالنظرية السياقية او المقاربة السياقية، وهذا صحيح. نحب ننبه النقطة فقط مهمة، باللي احيانا عرض واحد موجود داخل الأسرة صديقو كيفاه نشوفوه؟ إذا جبنا المقاربة، مقاربة بوين راح نشوفوه ونتحدثوا على التثليثات، إذا جبنا مقاربة أخرى راح نتحدثوا على كبش فداء، إذا جبنا مقاربة أخرى سياقية مثلا لنجية راح نتحدثوا على الولاءات المرئية أو غير المرئية. فصديبون المقاربة اللي أنت متبنيها في العمل، تاعك، هذه راح تخليك تتكلم بمصطلحات أو مفاهيم الخاصة بالمقاربة هذه. طبعا كي نختلفوا في المقاربات مش معناها أننا اختلفنا أحيانا في التشخيص، بل نقدرون نثري كنوع من الثراء أكثر منه كنوع من الاختلاف. بالضبط أستاذ، هل ينطبق الانفصال العاطفي على إلحاح الأطفال للبقاء والنوم في بيت الجد والجدة؟ مهم جدا، مش نقول نعم ولا لا، مهم جدا أننا نعرف ماذا يحدث في بيت الأب والأم، مش نقدر نترجمه هل الإلحاح هذا هو نوع من الانفصال العاطفي أم لا. مش عارف، نعم هذا صحيح، لكن هذا في المقاربة السياقية والبينجيلية. كتب أو مراجع في المقاربة، النسقية، كاين كتاب العلاج الأسري المشترك فيرجينيا ساتير، كان كتابي لدكتور جامع سمير رضوان، العلاج الأسري الإيجابي، كان كتاب آخر لا ما نتذكرش عنوانه، لكن فيه لما نبحث في كتب بصراحة جيدة، وخاصة أنها مترجمة عن الألمانية.
ويدرس تخصص العيادي مثلنا مثلنا يدرك أن ذلك العنف كان نتيجة حب. مفرط السؤال: هل بالضرورة يكرر الابن التربية بالعنف ويعبر عن حبه لأبنائه بالعنف؟ الأمر بالنسبة لي اللي تلقى عنف ودرس تخصص ومن بعد لقى باللي حب هنا الأمر متعلق على درجة الوعي الخاصة بالشخص، لأنه الكثير من الأشخاص يقولوا بالحرف الواحد: انا ما نديرش واش كان يدير لي بابا، ما نربيش ولادي كما تربيت. بصح كي نجي نشوفه في تفاصيل الحياة اليومية، كي نجي نشوفه في كثير من السلوكات، نلقاو باللي فيه إعادة للكثير من السلوكات، فيه نوع من الولاء للعلاقة مع الأب. فلا تكفي فقط اني ما نعاودش، ولا تكفي فقط اني ما نحبش نربي ولادي بالطريقه هذه، بقدر ما مهم جدا العمل على مستوى اعمق في العلاقه، مهم جدا العمل على تغيير بعض التصورات تجاه هذه السلوكات، تجاه هذه العلاقه مع الاب او مع الام، للوصول الى حد ما لاعطاء علاقه مختلفه. كيف يكون العلاج؟ هل يكون فردي أو جماعي؟ وما هو التيار المختار، التحليلي أو السلوكي أو المعرفي؟ هنا طبعا على حسب جزء أشياء، على حسب الحاجة الأولى ما يمتلكه المختص من أدوات في حقيبته، والحاجة الثانية طبيعة الاضطراب أو نوع الاضطراب هي اللي تحدد إلى حد ما، زائد ما يمتلكه المختص طريقة التدخل. هو في العموم هذا ما هو معروف في المتعارف عليه في الوطن العربي عموما، وحتى في بعض البلدان الغربية، أن حضور الزوج إلى العلاج يكون أحيانا قليل، ما نقولوش نادرا لكن قليل، حضور الزوج كزوج ولا حضور الأب كذلك. فالزوج رفض الحضور والعلاج كفاه تقدر من خلال تقديم المساعدة كأخصائي لتحسين العلاقة. هنا نخدم على عاملين مهمين. العامل الأول هو التفريغ الانفعالي بالنسبة للزوجة، أنها تحكي على الأشياء اللي ما كانتش تحكي عليها من قبل، والعامل الثاني هو محاولة تغيير تصورات الزوجة للعلاقة، ومحاولة تغيير أو إعطاء نظرة مختلفة بالنسبة للزوجة لما هو يحدث، مع إمكانية العمل على علاقة الزوجة مع الأب تاعها. لأنه هنا من خلال السؤال شغل فيه نوع من الإيحاء باللي الزوج هو اللي عنده المشكلة وهو اللي ما حبش يجي. أحيانا نلقاو العكس. هذا وش نقدر نقدم اليوم إن شاء الله، بالاتفاق وبالتعاون مع الدكتور صالح صالحي، احتمال نديره جزء ثاني الخاص بالمقاربة هذه، اللي ممكن نتحدث فيه على
التقنيات، سواء تقنيات التدخل في العلاج الأسري، أو تقنية التدخل في العلاج الزواجي الخاصة بمقاربة بوين أو نظرية بوين. طبعا اللي باش يشوف الجزء الثاني، مهم جدا أن يكون اطلع على الجزء الأول باش ما تكونش فيه أسئلة اللي مكررة. شكرا لكم جميعا، شكرا على الأسئلة، وشكرا على الحضور، شكرا على الدعم والتشجيع، يعطيكم الصحة، وشكر كبير للدكتور صالح صالحي، شكرا لكل الأساتذة والدكاترة اللي حضروا، على الأقل اللي شفت أسماءهم، الدكتورة صابرين الضاوي، البروفيسور حنيفة صالحي، شكرا لكم، يعطيكم الصحة، ونلتقي إن شاء الله في فرصة قريبة.